يعني انت لماذا تربط انت لماذا تربط بين هؤلاء والشعب السوداني؟ ما علاقه الشعب السوداني بالبعثين؟ ما علاقه الشعب السوداني بالناصرين؟ اذا راح اتحدث عن الجماهير التي خرجت وباركت وهتفت طيب ماله بتوقيع الاتفاق اي اتفاق وباركت الاتفاقيه التي تمت اتفاق الحكم الانتقالي يعني الثوره جانب والناس خرجوا للاتفاقيه بتاعت الوثيقه دي وثيقه الدستوريه ولا تقصد اي اتفاقيه؟ نعم. طيب ده الجانب كم خرجوا؟ كم خرجوا؟ بكم تقدرونها انتم؟ اعداد كنتم في سده الحكم اعداد عاديه طبيعيه لا تحمل تفويض. انت مش عايز تحكم وبافكارك افكار الضليله الشريره بتاعت البعثيين والناصرين ومشاكل ذلك من الجمهوريين، انت خلي الشعب السوداني ينتخبك ماله؟ نحن نحيي نقول والله الشعب السوداني مهما قدم اي شخص مهما كان نوعه قدم الحزب الشيوعي السوداني، والله من حق الشعب الحزب الشيوعي ان يحكم. اذا قدم البعثيين من حق البعثيين ان يحكم. يا اخي هؤلاء ما نالوه من وزارات وامارات وسفارات لا يحلم به في تاريخهم السياسي، مش في السودان حتى في دول الجوار. يا اخي ده خليفه ابو السعين، الناس دي لقوا خريف ابو السعين. تعرف خريف ابو السعين؟ صرفه وجراتين، بعثيين وناصرين ومتمرجيه وشيوعيين، يا اخي ما لقوه في الحكومه ده ما بيحلموا به وفي المنام. يا اخي هسي هم مصدقين، هم زادوا اللي لقوه ده مصدقينه. طيبه لحياه طيبه.